تستمر التحذيرات الأمريكية من تهديدات طهران وتوجيه ضربات إيرانية محتملة في المنطقة. مسؤولون في الصف الأول في وزارة الدفاع الأمريكية حذروا من هجوم إيراني وشيك على مصالح واشنطن وقواعدها في العراق إلى جانب البنى التحتية للسعودية. المسؤولون رجحوا أن تكون أهداف إيران في الداخل السعودي ضرب البنية التحتية للطاقة، وفيما يخص قواعد واشنطن في العراق فلطالما استهدفت الميليشيات التي تعمل لصالح إيران قواعد واشنطن العسكرية في العراق وسوريا، وكان آخرها في شهر آب الماضي. وتتزامن هذه التحذيرات مع إرسال واشنطن قاذفتين من طراز B-52 فوق منطقة الشرق الأوسط قبل أيام كرد على التهديدات الإيرانية المحتملة، وكرسالة واضحة لإيران بأن الرد سيكون جاهزاً في حال نفذت أي من هجماتها، كما جاء في تقرير لمجلة بوليتيكو الأمريكية. القلق الأمريكي لا يقتصر عند هذا الحد، فواشنطن قلقة أيضاً من تحركات إيران الأخرى في المنطقة، بما في ذلك نقل طائرات بدون طيار إلى روسيا لاستخدامها ضد المدنيين الأوكرانيين، والموافقة على توريد صواريخ باليستية، وهو الأمر الذي بات بالفعل يشكل مصدر تهديد خطير لجميع دول المنطقة على حد سواء. Oh.